شبح الأزمات الناشئة عن الإضرابات والاحتجاجات العمالية يطل مجدداً، ليس فقط في العاصمة القاهرة بل في محافظات مصرية مختلفة وبأوجه متنوعة. العاملون بمؤسسة النقل العام في القاهرة الكبرى يضربون عن العمل، فتختفي من الشوارع حافلات تنقل الركاب بأسعار زهيدة وتستقر في مواقفها الرئيسية. احنا حقوقنا مهدرة، نفسنا في الحد الأدنى اللي بنسمع عنه، نفسنا بدل المخاطر وبدل العدوى. تم تأجيل هذا الإضراب أكثر من مرة في فترة الدستور وما قبل الدستور وما بعد الدستور، اتأجل الإضراب دوت خوفا من عمال النقل العام لصالح هذا البلد. فين العدل يا منصور؟ فين العدل يا منصور؟ ست شهور من غيرها ست شهور من غيرها. شكاوى تحمل نفس المضمون هتفت بها حناجر وحملتها لافتات عمال بشركات ومصانع أخرى تظاهروا قرب مقر رئاسة الوزراء بوسط العاصمة القاهرة. احنا بنطلب أهم حاجة هي المرتبات. شركات الاستصلاح ديت من أهم الشركات في مصر اللي بنت مصر قبل ما تتخصص. اتخصخصت واتظلمت واصبحنا النهارده مديونين، بدل ما كان عندنا فائض بقينا اصبحنا مديونين. بعتنا شكاوي لرئاسه الوزراء وبعتنا شكاوي لوزير الزراعه علشان المشاكل دي تتحل، للاسف ولا حد رد. اوقات عصيبه تعيشها الحكومه المصريه التي يطالبها هؤلاء العمال وغيرهم بتطبيق الحد الادنى للاجور وميزات اخرى على كل فئات العمال، والا استمروا في اضرابهم، ما يعني مزيدا من الازمات لاقتصاد المصري متازم بالفعل. وقد اعترفت الحكومة المصرية في بيان استقالة تقدمت بها للرئيس المؤقت بعجزها عن تلبية ما وصفته بمطالب فئوية لا تتوفر لها أموال كافية. هذا ليس وقت البلد معرضة فيه لمخاطر كبيرة، وقت أن نتساند لحمايتها من الخروج من النفق، ليس وقت المطالبات الفئوية، ليس وقت المصالح الشخصية. وكانت حكومة الببلاوي بدأت تنفيذ قرار سابق برفع الحد الأدنى للأجور للفئات الأقل دخلا مستهل العام الحالي، كما كفل الدستور المصري الجديد حقوقا اعتبرها البعض إنجازا كبيرا للعمال لم يشتمل عليه دستور سابق للبلاد. حصل إضراب، سمعت أن حصل إضراب في المنطقة بسبب المرتبات، ده شيء ما يخصنيش، أنا يخصني المكان اللي أنا فيه، يخصني أن أنا أدفع 20 جنيه نظافة يوميا، انا اللي باكل قدام المحل وبرش قدام المحل. وكان عمال بشركات النظافه ومصانع النسيج ووزاره العدل اضربوا لعده ايام، نالوا وعودا حكوميه بتلبيه مطالبهم بتحسين رواتبهم والخدمات المقدمه اليهم، في وقت تراجع فيه الناتج المحلي الاجمالي تزامنا مع الاضطرابات السياسيه والامنيه التي تشهدها البلاد منذ 3 سنوات. عبد البصير حسن، بي بي سي، القاهره.